موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة الإسراء، وهي خاتمة التوراة أيضا، كما قال عبد الله بن كعب: افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام، وختمت بخاتمة سورة الإسراء. وهذه الآية الكريمة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم آية العز، فقال صلى الله عليه وسلم: آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. هذه الآية الكريمة اشتملت على معاني العز لله سبحانه، ونحن نؤمن ونثبت لله عز وجل العزة،
عزة القوة وعزة القهر وعزة الامتناع والغلبة، هذه ثلاث معان للعزة نثبتها لربنا عز وجل، فهو سبحانه وتعالى القوي المتين الذي لا يضعف، وهو عز وجل القهار الذي قهر كل شيء وكل شيء تحت سلطان قهره سبحانه، وهو عز وجل الذي له عزة الامتناع والغلبة، فهو الغني بذاته صمد عز وجل لا يأكل ولا يشرب، لا يحتاج إلى غيره سبحانه، بل هو عز وجل الضار النافع والمعطي المانع سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومهما يريد من أمر يكون، لأنه سبحانه لا يعجز شيء. الحمد لله، أي الثناء لله، الثناء لله سبحانه، والمجد والكمال له عز وجل، والعظمة له سبحانه. الحمد لله ثناء على الله الذي لم يتخذ ولدا لأنه رب، فالذي ينبغي له الولد ويحتاج إلى الولد هو المربوب المخلوق، أما رب العالمين سبحانه عزيز لا يحتاج إلى أحد، ومن ثم فليس له ولد، ونسبة الولد إليه نقص. تعالى ربنا عز وجل عنه، تعالى ربنا سبحانه عما نسبه إليه الجاهلون والمشركون، تعالى علوا كبيرا سبحانه، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لعزته سبحانه لا يحتاج إلى وزير ولا إلى شريك ولا إلى ظهير ولا معين، فمن يحتاج إلى غيره ضعيف ذليل، أما رب العالمين سبحانه فهو أحد ليس كمثله شيء سبحانه، وصمد لا يحتاج إلى غيره سبحانه. أما ملوك الدنيا ورؤساؤهم فإنهم في حاجة إلى وزراء وإلى معينين لحاجتهم، أما رب العالمين سبحانه عزيز ليس له شريك في ملكه، يقول سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة. الذرة النملة الصغيرة الحمراء
وقيل ذرة الهباء التي ترى في شعاع الشمس لا يملكونها، بل مالكها وخالقها ومدبر أمرها هو رب العالمين سبحانه. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، وما له منهم من ظهير، أي لم يتخذ منهم ظهيرا ولا معينا سبحانه، فهو المنفرد بالربوبية، الرب العظيم الجليل الأكبر سبحانه، الذي يجب أن يعبد وحده سبحانه، وأن تصرف له جميع أنواع العبادات، لأنه الرب العظيم، لأنه الخالق العظيم سبحانه، فيؤله تعظمه القلوب محبة وإجلالا مع الذل والخضوع والانقياد له عز وجل. فإذا كان هو المنفرد بالملك والملك والتدبير والخلق، فيجب أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه، وأن تتعلق به القلوب في جلب ما ينفع وفي دفع ما يضر. لا تتعلق القلوب بحجر ولا وثن ولا مقبور ميت، وإنما تتعلق القلوب به سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. والتميمة خرزات وحروز وطلاسم كانوا يعلقونها في الجاهلية، يعتقدون أنها تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رهط عشرة يبايعونه على الإسلام، فبايع تسعة وأمسك عن واحد. قالوا: يا رسول الله، بايعت تسعا وأمسكت عن واحد. قال: إنه قد تعلق تميمة، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. ونجد بعض المسلمين يعلق حديدة أو خمسة أو حظاظة أو خرزة زرقاء، يقول لك: تدفع عني العين، تدفع عني الحسد. هذه هي التميمة يا عباد الله. من تعلق تميمة فقد أشرك. القلوب تتعلق بالله وحده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل: حسبي الله، أي كافيني الله، عليه يتوكل المتوكلون. فالمؤمن موحد
قلبه مليء بتوحيد ربه، قلبه منجذب لربه عز وجل وحده، يرجوه عز وجل وحده، ويخافه سبحانه وتعالى وحده، ويصرف له جميع أنواع العبادة التي تعبده الله عز وجل بها، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. الولي أي الحليف والنصير، لم يتخذ الله عز وجل حليفا ونصيرا من ذل به، فالذي يتخذ النصير والحليف هو الذليل، فيقول مثل فيقولون مثلا حلف كذا، مجموعة من الدول حلفاء، لماذا يتحالفون من ذل بهم وحاجة وضعف، يحتاج بعضهم إلى بعض. أما رب العالمين العزيز سبحانه لا يلحقه ضيم ولا ذل، سبحانه لا يرام جنابه، عزيز الجناب شديد المحال سبحانه وتعالى عز وجل. اتخذ من عباده المؤمنين أولياء رحمة بهم وإحسانا إليهم وحبا لهم. الله ولي الذين آمنوا، والله عز وجل اتخذ من عباده أولياء ليس لحاجة إليهم، وإنما إحسانا منه إليهم ورحمة بهم سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما، وكبره تكبيرا. الله أكبر أبلغ كلمة تستعملها العرب في التعظيم. وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما، فالمؤمن يكبر ربه ويعظمه سبحانه، يكبره أن يكون له شريك أو ولد أو صاحبة، يكبره أن يدعوه وحده، لا يدعو مقبورا، ولا يتعلق قلبه بغيره سبحانه. ومن تكبير المؤمن لربه أن يعظم ما عظمه الله، ومن تعظيم المؤمن لربه أن يصفه بصفات الجلال والإكرام، وأن يعتقد أنه ليس كمثله شيء، وينزهه عن جميع صفات النقص سبحانه. آية العز، حقا إنها آية العز، اشتملت على معاني العز لربنا والتي نثبتها له سبحانه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، ومن تعظيم ربنا سبحانه وتعالى أن المؤمن لا يدعو إلا ربه ويخلص في دعائه لربه سبحانه وفي عبادته عز وجل وحده. قال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين خالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مشرك العرب كانوا يؤمنون أن خالقهم هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ما هذه الأصنام؟ ما هذه الأصنام التي تعبدونها؟ يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء وسائط وشفعاء فيما بيننا وبين الله، يقربونا إلى الله سبحانه. فيقول عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وسمهم الله مشركين. يشركون في ماذا؟ في العبادة. وجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، مع إيمانهم أن ربهم هو الله وأن خالقهم هو الله. إذن لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومن الناس، وللأسف مسلمين، ومن الناس من يعتقد في الأضرحة ويعتقد في الأولياء، وتقول له: يا عبد الله ادعو الله وحدك ليتعلق قلبك بالله وحده. يقول: هؤلاء وسائط، أنا ما أعبدهم، هؤلاء وسائط وشفعاء يقربوني إلى الله. إذن ما الفرق بين قولك وقول مشرك الجاهلية الذين كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ استمع عبد الله إلى قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، إذ أكرمه الله بالإسلام وحسن إسلامه ومات شهيدا يوم اليرموك. استمع لقصته رضي الله عنه.
عكرمة بن أبي جهل كان عدوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولما من الله على رسوله بفتح مكة أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دما، ففر عكرمة وركب سفينة يريد الذهاب إلى اليمن، فلعب الموج بسفينتهم وكادت أن تغرق. ماذا يقول صاحب السفينة؟ يقول لأهل السفينة للركاب: أخلصوا أخلصوا، فإنه لا ينفع في هذا الموطن أصنامكم، إنما ينفع الإخلاص، لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا إخلاص الدعاء لله، لا تنفعكم أصنامكم بشيء. فماذا يقول عكرمة رضي الله عنه؟ لئن كان لا ينجيني إلا الإخلاص في البحر فلأن ينجيني الإخلاص في البر أولى. إذا كان لا ينجيني في البحر إلا إخلاص الدعاء لله، إذا من باب أولى أخلص الدعاء لله في البر في حال الرخاء. ثم قال: اللهم إن لك علي عهدا لئن عافيتني من هذه لأذهبن إلى محمد فلأضعن يدي في يده ولأجدنه رؤوفا كريما صلى الله عليه وسلم. فنجاه الله، وزوجته كانت قد أسلمت وكلمت الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر عكرمة وأجارته. فجاء عكرمة من البحر وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يده، ووجده كما يعلم أنه رؤوف كريم رحيم صلوات الله وسلامه عليه، وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم عكرمة رضي الله عنه وحسن إسلامه، وأكرمه الله بالشهادة يوم اليرموك. فانظر عبد الله، الإخلاص ألا لله الدين الخالص، لا بد وأن تخلص دينك لله لا لمقبور ولا لحجر ولا لشجر، إنما لرب العالمين سبحانه. فلان صالح نحبه، نحب لصلاحه وندعو له بالمغفرة والرحمة. هل هناك ميت يا عباد الله أمرنا ألا ندعو له؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فقط له أجر جميع أمته إلى يوم القيامة، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هل هناك أحد أفضل من أبي بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وأول من يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عما يدعو به قبل أن يسلم من صلاته، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. هل هناك ميت لا يدعى له؟ سبحان الله، ميت في حاجة إلى دعاء، لا أن تدعوه، في حاجة إلى دعائك لا أن تدعوه. ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو أحدا إلا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحان الله، تأمل الآية، جميع الآيات التي فيها سؤال يقول الله لرسوله قل. يسألونك عن الخمر والميسر قل. إلا هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني لم يقل الله فقل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دل ذلك على أن الله تعالى هو الذي يدعى وحده سبحانه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام من بني هاشم إذا أفصح كان صلى الله عليه وسلم يقرئه آية العز 7 مرات، وعن قتادة كان يعلمها للصغير والكبير. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا ديننا حتى نلقاه عليه، ونسأله عز وجل أن يحسن لنا الختام، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم فرج الكرب عن المكروبين وارفع الهم عن المهمومين واقض الدين عن المدينين. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.